مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. صحتنا وصحه اولادنا هي الهدف الاول والاساسي اللي دايما كلنا بندور عليه ودايما كلنا بنسعى ليه. يمكن يكون دايما لما بنواجه مشاكل في صحتنا او بنواجه نقص مثلا في فيتامين معين في جسمنا، ده طبعا بيسبب اضرار كتيره جدا. طب احنا دلوقتي كل هدفنا او الهدف الرئيسي في حياتنا ان احنا نحافظ شويه على الفيتامينز الموجوده في جسمنا، لا وبل كمان نقدر ان احنا ناخد مكملات غذائيه. المكملات دي تقدر ان هي تساعدنا ان احنا نحافظ على صحة جسمنا وصحة شعرنا وصحة بشرتنا. يمكن الاكثر انتشارا دلوقتي او لما حد بيجيله اي مرض او بيصاب باي مرض او حتى بيحس ان هو تعبان ومرهق شوية، شكل بشرته ما فيهاش نضارة، الشعر بيتساقط، شكل الجسم تحس ان هو في سمنه شويه او بيعاني مثلا من تعب وارهاق شديد ونوم طول الوقت، دايما كده يقولوا يبقى اكيد بيعاني من فيتامين د. الحقيقه احنا اكتشفنا ان في منتج، المنتج ده هو كلوسيز. منتج كلوسيز ده جواه فيتامينز كتيره، جواه اوميجا 3، فيتامين A وفيتامين دي. خلينا النهارده نتكلم بالتفصيل اكتر عن فيتامين دي، ولكن اسمحوا لي في بدايه فقرتنا نرحب بضيف فقرتي النهارده، هو دكتور مصطفى حامد المستشار الطبي لشركه A. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك، نورتنا في عيش صح. يمكن ده اول حلقه لينا مع بعض، لكن ان شاء الله هنعمل حلقه قويه ونتكلم على المنتج اللي قالب الدنيا. هو موجود في الصيدليات اوريدي بقاله فتره كبيره، وطبعا اكيد احلى حاجه في المنتج ده او السبب الشهره بتاعته وانتشاره ان هو فيه ثلاث حاجات، يمكن الثلاثه او الثلاث مكونات اهم من بعض، اوميجا 3، فيتامين د وفيتامين اي. مظبوط مظبوط. طيب انا عايزاك شويه تكلمني عن المنتج ده يا دكتور. بصي، احنا مبدئيا كده احنا لما جينا بصينا لقينا ان معظم الفيتامينات ممكن نقدر ناخدها في اكلنا، ناخدها في حاجات كتير جدا، لكن في ثلاث فيتامينات زي فيتامين اي وفيتامين دي والاوميجا 3. لقينا ان الفيتامينز دي حتى لو اكلنا اكل صحي كويس، ماشيين زي ما بيقولوا على الخط المستقيم، كل عاملين مثلا وجبتين سمك في الاسبوع، ماشيين على انواع معينه من الاكل اللي فيها مختلف انواع الحاجات اللي فيها فيتامين دي واي والاوميجا 3، لقينا برضو حتى الجسم محتاج اكتر من الجرعه اللي هيديها لنا بمرتين وثلاث مرات. يبقى اذا انا لازم اخدها من مصدر خارجي او اخدها. طيب انا دلوقتي ممكن اعمل كبسوله ويكون فيها فيتامينز كتيره جدا جدا، طب انا محتاجها؟ طب هل فعلا جسمي في نقص عنها؟ لا، انا عايز اقول ان انا فعلا بكون محتاج فيتامين انا ما اقدرش اخدها بالنسبه بتاعتها الكافيه في الاكل اللي بره، بلس ان انا عايزها بدرجه مهمه جدا في نشاطي وحيويتي والارهاق بتاعي ما احسش بيه. الكلام ده كله لقينا الاوميجا 3، فيتامين دي، فيتامين اي، والجميل ان كله بيكمل بعضه. يعني فيتامين دي ما يقدرش يستغنى عن فيتامين اي، ولا فيتامين دي يقدر يستغنى عن الاوميجا 3 ولا اي حد، فبالتالي انا محتاج الثلاثه يكونوا مع بعض. طب دول موجودين فين؟ موجودين في الكلوسيز اللي هو يمكن موضوع حلقتنا النهارده مع بعض، فعشان كده احنا حابين نقول ان كلهم مربوطين مع بعض. دايما الناس لما بتيجي مثلا تحس بمشاكل زي ما انا قلت في الانترو بتاعتي، دايما بيقولوا ده نقص فيتامين، ويمكن الاكثر دلوقتي انتشارا واكثر شهره والناس كلها بيتكلموا عليها طول الوقت هو فيتامين د. طيب فيتامين د ده خلينا كده نقول يا دكتور، لو حصل ان هو ما بقاش موجود في الجسم او في نقص في فيتامين د في الجسم، ده ممكن اعراضه تبقى ايه او البني ادم يشعر بايه؟ طيب احنا في البدايه كده حابين نقول ان فيتامين دي هو وظيفته ايه، يعني ليه مشكلته مع الارهاق والتعب، ليه هو ده الاساس، مع ان احنا كناش عارفين زمان ان فيتامين نقص فيتامين د، كان كلنا عندنا نقص فيتامين د وكلنا بنحس بالتعب والارهاق، وفجاه انا بواحده بقينا كلنا لازم نعمل تحليل فيتامين د، ده احنا كذا كذا. ايوه، هو فيتامين دي ده بيعمل، مفروض ان هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الاكل بتاعنا اللي باكله ويبدا يدخله في الجسم بتاعنا في الدم. طيب انا ما عنديش فيتامين د، يبقى الكالسيوم اللي هاخده في اكلي ملوش لازمه، مش همتصه، طب هاخده منين؟ ما هو الدم لازم يبقى فيه نسبه كالسيوم ثابته، لان يعني دي مسؤوله عن عضله القلب، مسؤوله عن حاجات كتيره، املاح مسؤوله بدرجه كبيره قوي على الموضوع ده. طب هاخده منين؟ هاخده من العظم، فببدا هعمل هشاشه في العظام، هبدا اقلل الدنستي بتاعت العظام بتاعتي، هبدا ممكن اتعرض لعضلات، عضلاتي هتبدا تتاثر، نسبه الكالسيوم ذات نفسها بدات تتاثر معايا. كل ده فعلا فيتامين د هو اساسي معانا في النقطه دي. طيب انا اعمل ايه؟ يعني او انا احس بايه عشان اقول انا عندي نقص فيتامين د او لا؟ مبدئيا كده انا بتكلم على ان فيتامين دي لما بيكون ناقص معانا بيبقى فيه عندنا احساس بالارهاق، التعب، عضلات جسمي
سيدة المنزل نفسها بتيجي تقول لك انا كنت بعمل مجهود اكتر من كده في بيتي، او اذا كنت بنزل شغلي او اي حاجه من دول، او مثلا لو كان شخص مثلا بيقدر يشتغل مره واتنين في اليوم او عدد ساعات معينه انا مش قادر، بيبدا حتى صدره يبدا يدوس على قفص الصدر من قدام كده، يحس بوجع قصبه رجله، بحس بوجع ما لم يكون في امراض اخرى طبعا. كل ده نقص فيتامين د اللي احنا بنقول عليه موجود في الكولوسيز بلس الاوميجا 3 والفيتامين اي. اوكي طيب، احنا دلوقتي حصل ان احنا بنعاني مثلا من الاعراض دي كلها، تمام، نبدا ان احنا ناخد المنتج اللي هو كلوسيز، لان هو بيحتوي على الثلاث حاجات زي ما حضرتك قلت، الاوميجا 3 والفيتامين د والفيتامين اي، او اكشلي الفيتامين اللي احنا محتاجينه اللي هو د. تمام مظبوط. طيب دي انا بقى هاخده لا سؤالي هاخده بجرعات، يعني هعمل ايه؟ ممتاز، انا هعيد السؤال من الاول وارجع واقول انا ليه احس بالحاجات دي لما اخد الكلوسيز؟ يعني انا اللي وصلني ان انا احس بالدرجه دي ده معناها ان عندي نقص جامد. طب وبعد كده هيحصل هشاشه في العظام بعد كده، ممكن انا لو اتكعبلت من حاجه معينه ممكن يحصل لي كسر. طيب ده غير ان انا بيبقى جهاز المناعه عندي بيقع مني، ده غير ان انا بفقع عندي اكتئاب، بيبدا احس بالاكتئاب، بحس بان انا بقيت شخص مودي شويه، بقيت النهارده دلوقتي انا من ربع ساعه كنت فرحان قلبت بقيت زعلان، كل الحاجات دي كلها. طيب انا ليه ما اخدوش وقائي؟ ليه ما اخدش الكلوسيز عندي وقائي؟ فبالتالي انا مش عايز انتظر الخطوه دي. طب هل الجرعه في الفيتامين دي في الكلوسيز ممكن تبقى زياده او تبقى اقل او تبقى كذا؟ لا، انا بديك جرعه وقائيه، يعني بمعنى صح جسمك اللي محتاجها، باختلاف اذا كنت هاخد كبسوله او كبسولتين او ثلاثه، بتفرق على حسب عمر الشخص. حلوة قوي. يعني هي دلوقتي ممكن مثلا الاطفال في الفصل الدراسي الثاني ممكن ان هم ياخدوها زي كده، ما نقول وقايه ان ما يحصلهمش نقص في الفيتامين او ما تحصلهمش مشاكل، ممكن نديها لاطفالنا. يعني انا ممكن اديها من طفل من سن من العام الاول، هنخلي اطفال نتكلم اطفال في المدارس اللي هم بيروحوا رياض اطفال او المدارس عموما، يعني بتكلم من 3 4 سنين. طب ده هيعرف يبلع الكبسوله؟ لا، ده انا بالنسبه لي بسيطه جدا، ممكن ناخد الكبسوله ونشكها شكه بسيطه، هيبقى فيها نقطتين واعملها على زبادي او عصير. وبحب اقول يعني بلاش نعمل الموضوع ده قدام الطفل نفسه، يعني لانه هيعرف ان في حاجه جديده اضافت عليه او حاجه زي كده. لا، هي بيبقى عنه حبه عصير مانجا، عصير برتقال، زبادي، اي حاجه، فهيقدر ياخد الجرعه بتاعته. هتفرق معانا، هتفرق معانا في مجهوده، هتفرق معانا في حاجات كتير جدا. بتتاخد كل قد ايه يا دكتور؟ بالنسبه للاطفال كبسوله واحده في اليوم لحد سن 7 8 سنين. يوميا؟ يوميا باخدها. طب يا دكتور لمده قد ايه احس بالفرق بتاعي؟ يعني انا هبقى اقول لك ان انت فعلا بعد 3 شهور هتحس بفرق عن طريق المجهود الرياضي بتاع ابنك اللي بيقوم بيه، عن طريق الدراسه، استيعاب الدراسه بتاعته. ده غير بعد كده بقى كل ما بيكبر اكتر، يبقى 9 سنين مثلا 17 سنه ممكن اخد كبسولتين في اليوم. كبار السن مهم جدا 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 ليهم فيتامين دي. يعني انا عايز اقول ان فوق سن ال 45 سواء سيدات او رجال مهم جدا الكولوسيز بالنسبه لهم. طبعا. طب صحيح. ليه؟ انا عندي في مشكله في السيدات فوق سن ال 45 بيبقى انقطاع الطمس عندهم، فبالتالي بيحصل نسبه الكالسيوم بتقع مني خالص. فبالتالي انا بتحصل وهن ووجع وذات مفيش قادر، ما عنديش حاجه اعملها غير ان بيزيد نسبه الاكتئاب. طيب كل الكلام ده كله بينفع؟ طبعا انا باخد كبسوله الكبسولتين في اليوم وباخد كبسولتين امان. طبعا امان ليا قوي. طب بالنسبه لكبار السن بالذات المعدين 50 او 60 سنه، ده اكتر حاجه بنقابلها موضوع هشاشه العظام عندهم. احنا بنخاف جدا جدا على كبار السن ان يحصل مثلا لا قدر الله يحصل كسر ما في العظمه وكذا، الالتئام بيبقى صعب، وبالذات عظمه الورك بيبقى الكسر فيها سهل جدا. صحيح. دي من الحاجات اللي احنا بنحافظ عليها بندي الكولوسيز. يعني ده غير كمان برضو معانا الفيتامين دي من الحاجات المهمه جدا جدا ليها، ان هو نسب، بصي بقى نسب الاصابه بالسرطانات احنا عندنا بقت نسبه مخيفه. يعني يوم العالمي للسرطان كان من فتره قريبه جدا معانا نسب مخيفه. طب دلوقتي انا ما عدش العده بتاعتي من دلوقتي ليه؟ ليه ما اخدش الكبسوله بتاعتي من دلوقتي؟ طب انا لو خدتها انا راح يقدر ربنا هيكون، بس احنا بنجتهد بنقول يا جماعه بيقلل فرص اصابه السرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان القولون، اللي هي اشهر حاجات بتبقى موجوده عندنا. هو ليه علاقه الفيتامينات بالسرطانات طبعا الموجودة طبعا في الجسم؟ بتقلل نسبه حدوثها بطريقه جامده. عشان كده الكولوسيز في ثلاث حاجات الثلاثه بيقللوا نسبه الحدوث. الحاجات دي انا بقى دايما في خلال لقاءاتي مع حضرتك ان انا عايز اقول يا جماعه الوقايه خير من العلاج. انا مش محتاج ان انا اتعب عشان اخد الكولوسيز، مش دواء،
الكولوسيز هو عباره عن فيتامين باخده وقايه ليا قبل اي حاجه. وبتكلم وهبقى يعني يمكن فيش اي اضرار او مضاعفات او أنا مشاكل. انا عايز اقول لحضرتك الانسان المصاب بالسكر اللي عنده ضغط اللي عنده قلب طفل صغير عنده مشاكل طبعا يعني الله اعلم هي بتختلف طبعا الامراض اللي ممكن يصاب بيها الاطفال، لكن هو امن بشكل عام؟ امن بشكل عام جدا. ده غير ان انا باخده في الحالات اللي زي دي عشان هو كمان مع كل ما سننا بيكبر كل ما نسبه الدهون بتترسب اكتر. هو ميزته كمان ما ننساش الاوميجا 3 اللي فيه، كمان بتقلل نسبه الدهون، بتقلل الجلطات، بتقلل توقف عضله القلب فجاه. الحاجات دي كلها بره حضرتك هم بياخدوا التركيبه دي زي الكولوسيز، بس بره طبعا بتبقى باسم تاني. مش عايزين نقول بسعر تاني خالص. أوكي. لا ده احنا هنا يعني بنتكلم في سعر افوردبل جدا جدا لكل الناس. سعر مناسب جدا جدا لكل الناس. انا بتكلم في شريط ب 14 جنيه يا. حوالي 14 جنيه وربع. ولا قلت السعر. انا بقول يعني انا عايز ابصي انا دي عايز اقولها بس عشان خاطر فعلا احنا يعني ما عندناش خلاص يا جماعه. لا اي حاجه هو ايه السعر ده يعني ده سعر حلو جدا. انا عايز اقول لحضرتك يعني لما يكون الشريط بحوالي 14 جنيه العلبه بحوالي حاجه و40 جنيه 42 43 جنيه انا عايز اقول ان ده بالنسبه لنا في حياتنا احنا بنصرف مصاريف كتيره جدا جدا على حاجات ممكن تضرنا. لا احنا طبعًا. دلوقتي مش عايزين صحيح. مش عايزين جسمنا يزعل مننا، احنا عايزين نعمل حاجه شويه لصحتنا. وزي ما قلت لحضرتك مش مريض سكر، مريض قلب، مريض ضغط، احنا الحاجات اللي فيه بتفيدك. هي مش علاجيه للمرضى دي المرض ده. ولكن بتفيدني كتير جدا ان ما يحصلش انتكاسات عن طريق تنظيم السكر في الدم، عن طريق تنظيم ضغط. هي بتعمل بتخفض الضغط شويه في ضغط الدم. أوكي. طبعا حاجات كتيره جدا وبالذات اللي في البدايات. وعظيم جدا كمان يا دكتور ان سعره مناسب حتى يعني لكل الفئات. مش انا مش محتاج مش فئه وفئه. مريض السكر والضغط عموما بيبقى عليه لود ان هو بيجيب علاج شهري. طب انا بالنسبه لي ده لما يتضاف عليه لا مش هيعمل لي اي لود. انا يعني اكاد اجزم ان ممكن ثمنه يكون ارخص من ثمن دواء الضغط ودواء السكر اللي انت بتاخده. ده هو ثمنه ارخص من لما احنا نصاب ان بالامراض التانية او المشاكل التانية اللي هتنتج عن نقص فيتامين د. لا ان احنا اصلا ناخد منتج يعمل يخلينا عندنا وقايه او يحمي جسمنا شويه من النقص اللي ممكن يحصل لنا بسبب فيتامين د او حتى اوميجا 3 او فيتامين اي. ده حاجه عالميه. طب قول لي يا دكتور كلمني شويه على الشانل بتاعتكم على اليوتيوب. انتوا عندكم قناه على اليوتيوب وكمان عندكم فيسبوك بيج. انا مزبوط. عايزك شويه تقول لي الفيسبوك بيج دي اهو احنا اهو احنا عرضنا دلوقتي على الشاشه. اكشلي لو حد عايز يشتري المنتج ده هو متوفر في الصيدليات متوفر دي في حاجه احنا قلناها. مزبوط. طيب بالنسبه للفيسبوك بيج هل ممكن حد يبعت مثلا على البيج على الفيسبوك وانتوا تردوا عليه اونلاين تبعتوا له المنتج؟ في اطباء اساسا موجودين بيحاولوا ان هم على قد ما يقدروا يخدموا الناس. ان هو لو في اي سؤال لو في اي تساؤل جه في بالك انك انت مثلا هل ينفع في حالتي او ما ينفعش في حالتي احنا مبدئيا بنحاول نجاوب على الاسئله دي. الكولوسيز ملوش اي اعراض جانبيه، ملوش بالنسبه لنا هل نمنعه لده او نمنعوش لده، لا خالص. هو الموضوع بسيط جدا بس انت لو في اي سؤال عايز تساله طبعا احنا على البيج بتاعتنا نقدر نجاوبك ونقدر نرد عليك في كل حاجه ان شاء الله. يجي بقى حد بيقول مين اللي هيرد؟ طبعا قال في اطباء طبعا متخصصين. في اطباء متخصصين في الموضوع ده لان هيدوروا عليك. لا دكتور مصطفى حامد ولا تحت امرهم في اي وقت طبعا. اوكي ناس طبعا خبراء اونلاين 24 ساعه يردوا على اي اسئله. ولو حد عايز المنتج اكشلي هو ممكن برضو يتواصل عن طريق الفيسبوك بيج اونلاين تبعتوا له المنتج. مظبوط. يعني في شحن وفي كل حاجه. بصي هقول لحضرتك حاجه يعني احنا مين اللي اكتر بنحب نقول ان هو يا جماعه متوفر في الصيدليه اللي تحت بيتك. يعني انت هتنزل الصيدليه اي صيدليه قدامك هتدخل انا عايز الكولوسيز لان هو بقاله 15 سنه هو مش النهارده وامبارح. الكولوسيز بقاله 15 سنه مفيش دواء هيقعد الفتره دي كلها بقوته دي كلها الا لما يكون ثبت جدارته مع ناس كتير جدا من اول الطفل اللي عمره سنه ما بعد العام الاول. وعايزين نقول لحد ربنا يديله الصحه ما شاء الله تمام. صحيح. فاحنا بلاش عايزين نبعد عننا فكره طب والله الدواء المستورد او مش الدواء المستورد. يا جماعه السورس بتاع الكولوسيز اللي هو زيت كبد الحوت ده عايزين نقول له ان هو جاي من سورس جميع دول العالم بتجيب منه هو سورس واحد بس اللي هو فنلندا. وبرضه بنأكد ان ده نتيجه صيد الحيتان هناك بيبقى موجود اكتر فالتصنيع هناك بيتم. فانا السورس انا كل اللي بعمله ان انا بجيبه هنا عندي
بيتقفل بس في سوفت جيلاتينس كبسول كده وبيتحط يعني. وميزتها انها كبسوله صغيره جدا مش زي كبسولات كتيره جدا جدا من الفيتامينز، بتلاقي كبسوله كبيره ذات نفسها المريض بيحس نفسيا كده انه مش مرتاح ليها، دي نزلت وقفت في معدتي ما رضتش. لا طبعا مش كده. وب 14 جنيه وب 14 جنيه موجوده في كل الصيدليات. انا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معايا النهارده في عيش صح. ان شاء الله هيكون لينا لقاءات مختلفه ونتكلم اكتر عن منتج كلوسيز اللي فيه ثلاث فيتامين زي ما احنا قلنا يمكن من اهم ثلاث فيتامينات بيحتاجها جسم الانسان. واشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. كان معانا دكتور مصطفى حامد المستشار الطبي لشركه AMD. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا. استنونا فقرات مختلفه نعيش صح.